مجددا حياكم الله. الأحداث السياسية الساخنة في بعض المحافظات جعلت المتابعين وذوي الاختصاص يتجهون نحو الشكوك بوقوفها وراء إثارة ملف المغيبين والمطالبة بحقوقهم. نعم، المطالبة بحقوقهم أو معرفة مصيرهم حق لا ينازعهم عليه أحد، لكن للباحثين وأصحاب الرأي كان تفسير خاص وفق المؤشرات المطروحة بالساحة السياسية، حتى راح بعضهم يعتقد أن التوقيت كان مخطط إليه وأكو أهداف وغايات تقف خلف هذا التوقيت. خلونا مشاهدي الأحب نفتح هذا الملف، لكن بعد نشاهد التقرير الآتي. ملف شائك يعود إلى الساحة السياسية، تمحور حول مطالبات أهل المغيبين ممن فقدت آثارهم في زمن الإرهاب الطائفي أو إرهاب داعش، حيث يرى بعض المراقبين أن عودة المطالبة بحقوق المغيبين في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الساحة السياسية تحركات باتجاه إصلاح الواقع المتهاوي وراءها أهداف تخضع لأطماع سياسية مبهمة، أو لربما إثارة هذا الملف جاء على خلفية الصراعات السياسية في بعض المحافظات. أما ذوي المغيبين فانقطعت آمالهم في ذهول بعودة المفقودين منهم بعدما تحولت تسميتهم إلى مغدورين، وهنا يضع المتابعون للشأن السياسي علامات الاستفهام حول مدى التأكد من صحة غدرهم، ولماذا لم يتم الإعلان عن ذلك في السنوات الماضية، لتتجه التكهنات صوب الرغبة بزج البلد في مآزق الدهاليز السياسية والأجندات التي يراد تغطيتها من خلال المغيبين. فملابسات هذه القضية الإنسانية بانتظار تبيانها من قبل الجهات المتخصصة بعدما أثارت الرأي العام، فهذه التحديات أضيفت إلى جدول المهام الحكومية بمعرفة مصير هؤلاء المغيبين لعدم إتاحة الفرصة باستغلالها سياسيا وفق التوجهات الخاصة التي ترنو إلى استقطاب الجماهير من جانب أو تمرير مصالح شخصية من جانب آخر. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ حسين الشلوشي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك ينضم معي عبر سكايب الشيخ مزاحم الحويث القيادي في تحالف إدارة الدولة. حياكم الله ضيوف الكرام. أهلا ومرحبا. أستاذ حسين، أبدأ مع حضرتك. يعني رئيس البرلمان سيد الحلبوسي يعني كان هنالك إشارة لعوائل المغيبين بأن دعاهم إلى تغيير اسمهم إلى المغدورين وليس المغيبين. هنا عندنا نحت المصطلح جدا ضروري خصوصا في هذه الظروف. تشوف أنه أكو بعض الإشكالات اللي ممكن أن تثار أو تكون هذه مقدمة لإثارة إشكالات مستقبلية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام وعلى ضيفك الكريم منينا. حقيقة المغيب في ملف المغيبين هو هذا الحق والمنطقة العقلائي أو المنطقة الوطني ومنطقة الحل باتجاه هذه القضية الإنسانية والعبث بهذا الملف بهذه الطريقة. أيضا المغيب هو دماء المغدورين الآخرين الذين غدر بهم عدوانا في هذه المدن التي تسمى الآن المدن المحررة أو المدن المدمرة أو هذه المسميات المستحدثة حديثا. هذا الملف بدأ يطفو على الساحة بعد 2014 بشكل كثيف. قبل هذا التاريخ كان المغيبون كثر ويغطون كل مساحات العراق حقيقة، لا سيما هذه المداخل الخارجية بالنسبة إلى العراق وفي جنوب بغداد وفي سبايكر وغيرها من الذين اغتيلوا وقتلوا غدرا في هذه الطرق. هذه كلها يعني عشرات الآلاف من العراقيين ذهبوا ولم يسأل عنهم أحدا أو يطالب بحقوق معينة أزاء هذه القضية، بل بالعكس حتى الاحتفاءات بإنجازات هؤلاء كانت قليلة الذين ردوا الفضل في تعب هؤلاء. الملف الآن، الملف الذي يتحدث عنه بالتحديد السيد الحلبوسي في بعد الطائفي وفي المناطق المحررة والمناطق السنية، هو هذا المثار السياسي الواقعي للابتزاز في الساحة السياسية
سيد الحلبوسي قبل يومين طلع علينا في طريقة جديدة حقيقة لا يقبلها المنطقة العراقي ولا القيم العراقية ولا الثقافة العراقية ولا المجتمع العراقي، بطروحات كأننا نعاني من شذوذ معين في داخل المجتمع، وهو يعلل ويبرر لماذا لا نشرع قوانين بهذه العناوين. ولا أريد أن أذكر هذه المسمى وندخل في موضوع المغيبون. هو لحد هذه اللحظة هل يستطع هو الحلبوسي أو غير الحلبوسي أن يضع عددا لهؤلاء، أن يقول هذا عدد المغيبين في العراق أو في المناطق المحررة؟ هل يستطع أن يعطي أماكن لتغييب هؤلاء؟ هل يستطع أن يحدد جهات بعينها ما هو المغيب؟ له تعريف خاص بالأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية. ما هي عادة ما تروح كلمة المغيب إلى مؤسسات دولة ابتداء ومن ثم تذهب إلى جماعات. هذا الموضوع أثير بكثرة في 2016، في 2014 بمجرد أن بدأت ملامح نصر عراقي على الجماعات الإرهابية، على داعش التي غيبت الآلاف والآلاف من كل فئات الشعب العراقي، لا يأتي ذكرها في هذا الملف المهم الذي غيب العراقيين شباب العراق ومنهم أبناء هذه المناطق المحررة. داعش عملت من هؤلاء جيوش حاربت بها في كل مناطق العراق، ساعة انتحاريين وأخرى هم يتقدمون كمان، وثالثة في ليبيا ورابعة في سوريا. المجلس العسكري الداعشي 9 منا عراقيين، و9 هؤلاء من هذه المناطق التي تسمى مناطق محررة وفيها المغيبون أو المغيبين. الآن عندما نلقي المسؤولية نأتي إلى جهات أخرى هي مسؤولة عن تغييب هؤلاء أو عن قتل هؤلاء. هذه جيوش تحركت في داخل العراق، جماعة انتمت إلى القاعدة، أخرى إلى داعش، ثالثة إلى دولة أجنبية، رابعة في صفوف دول أخرى غريبة وبعيدة عن العراق، وراحوا ضحايا. نعم، الآن يصطف العراقيون للبحث عن هؤلاء، أولا عددهم، وثانيا كيف غيبوا وفي أي مكان غيبوا ولماذا. أنا إذا مقاتل أو فرد يذهب مع جماعات داعش، وأنت لا تريد أن تقول أنه داعش، أستاذ حسين، قبل هذه التساؤلات إذا تسمح لي حتى ننتقل إلى الشيخ الحويت. شيخ مزاحم، يتحدث ضيف الكريم عن المصطلحين المغيبين والمغدورين، ولكن الحلبوسي ألمح إلى حدوث تغييرات في الخارطة السياسية. هذه التغييرات تحدث في حال عدم التعاطي مع هذا الملف، وجعل هذه التسمية هي معيار، يا أما يتغير الملف السياسي أو يبقى على وضعه. هل أن هذا الملف هو ضمن أوراق الاتفاق السياسي إذا كان هنالك اتفاقا سياسيا جديدا بين الكتل؟ نعم، تحية لك كريم، لك كل التحية. أنا من الموقف الموضوع نعرفه منذ البداية، لكن تفاجأنا من كلام رئيس البرلمان السيد الحلبوسي عندما ذكر أنهم مغدورين. طبعا هذا الموضوع يعني هو المفروض أنه دائما يكون في دراسة للجامع، يعني تكون القضية تكون الحديث يتابعون موضوع ما يسمى بالمغيبين. طبعا انا لهذا الموضوع انا صرحت في هذا الموضوع ونزلت التقريرات، لكن هو مو رد على السيد الحلبوسي، لا بالعكس، هو رد على بعض الشخصيات. موضوع المقيدين ابناء المحافظات الشعبيه وما يسمون بالمقدورين او هذا، احنا تحدثنا بها انه لا، دواعش انضموا الى صفوف تنظيم داعش وشاركوا بجرائم. إذا ما حد يعرف، إحنا نقول للناس اللي يعرفون الحقيقة أستاذ أحمد، هؤلاء المقيدين سواء محافظة ليلى أو محافظات أخرى كلهم شاركوا في الجرائم. شوف أقول لك كلام، الحشد الشعبي المتهم الرئيسي بهذا الموضوع، إحنا سبق أنا واحد من الناس اللي كنت توجه اتهامات للحشد الشعبي، لفصائل الحشد الشعبي إنها قامت بتقييم هؤلاء من المناطق المحررة وشنو ذنبهم وليش غيبتوهم وليش
يحدوهم وهذه كلها، لكن بعد ما عرفنا الحقيقة انه لا، وتابعنا الاسماء، انه الاسماء اللي تابعنا عليها كلهم دواعش، ما راح ندافع عن الدواعش ولا نقبل انضمام اسماء هؤلاء المخيفين الدواعش الى هيئه الى مؤسسه الشهداء. اذا يقولون قيادات سلميه او ما يقولون، احنا ما نقبلها. هؤلاء المخيفين شاركوا بجرائم، اول جريمه شاركوا فيها قتل جميع السجناء اللي من المحافظات الجنوبيه، سجناء في جنباديس محافظه نينوى. نعم. اثنين شاركوا بجرائم في سبايكر، قتلوا عمليات وقتلوا شهداء يعني ابناء الجنوب 1701. عندك بسنجار اختطفوا نساء اليزيدية، قتلوا اليزيدية اختطفوهم، يعني سووا جرائم مو بس اليزيدية، حتى احنا كنا يعني اليوم احنا بنتكلم في الموسوعة هذه نبدأها واحنا نعرف كلام، ليش ما يقولون القيادات السلمية؟ ليش ما يقولون خلي يثبتون يقولون كل ما يطلعون والله في الجهات، لا ليش في الجهات؟ ليش ما يقولون فلان فصيل حتى؟ فلان فصيل من حتى العشائري او الحشد الشعبي او غيره، خلي يقولون القوة الفلانية، اي قوة خلي يقولونها، لا يبعدون القضية والله يتهمون يدخلون مشاكل طائفية قال كنا وقال شيعة. انا قبل ساعة كنت على قناة الرابعة وتحدثت عن قلت هذول الدواعش، هذول شاركوا بجرائم. اليوم احنا من يطلعون لنا ناس يطالبون الصفوف، هذول المقتولين والله شنو مقتولين ومخيبين، لا احنا نطالب همينا، نطالب بحقوق الناس اللي انخطفت، الخطفه تنظيم داعش اللي خطفوها هذول المقيدين، خطفوا ابنائنا ضباط سيوف مقاتير مرشحين اعضاء مجالس شخصيات يعني ملتزمين في الاجهزه الامنيه كلهم خطفوهم وشتلوهم. قريه واحده من ابناء عشيرتي يعني من ابناء قبيله الشيشتي قضاء الاحفر قريه ابو ماريا 73 واحد اعتقلوهم اخذوهم وما نعرف مصيرهم. طيب. وين محافظه نينوى اكثر من 10,000 اذا تجي على الانبار وخير وخير محافظات. اذا هم يريدون استاذ احمد من خلال قناتهم انا ناسفهم القيادات السلميه اللي يطالبون بحقوق المقيدين. نعم. خلي يروحون على قاده ساحات الذل والعار، ساحات الاعتصام اللي جابت الاتقان والشيشاني والسعودي وخير وخير وفتحتها لهم حتى ينفذون عمليات قتل في ابناء الخلفيه وابناء الجنوب والوسط وابناء كردستان وشكلوا العالم. هم هذول اذا يريدون حقوق مقيدين خلوا يروحون على هذول يطالبون يقولون ليش تسوون الثاني والشيشاني؟ ليش تطالبون بحقوق الحكومه؟ هذول هم نفسهم علي فكره اللي يقول والله نتهم فصائل ونتهم قوه واللمه والله شنو انه والله اريد ابنائنا مخطوفين وخطفوهم بالزيتي وبالرجاجه وبالمعتل وما ادري وين، لا الدواء كلهم انعرفوا حتى من ضمن هذول اللي خطفوا نساء داعش. طيب اسمح لي استاذ مزاحم، يعني لما تكون الامور هكذا واضحه من وجهه نظر جنابك شيخ مزاحم، طيب يعني هسه انا بصراحه كنت اتمنى اسمع وجهه نظر مخالفه بان تدافع عن هؤلاء المغيبين، ولكن من وجهه نظرك وبالمصطلح السياسي خلينا نعتبرها وجهه نظر السنه. هنا ننتقل استاذ حسين، اذا سمح شيخ مزاحم، استاذ حسين هنا راح نتحدث عن رئيس البرلمان. اذا كان النائب العراقي هو يمثل كل اطياف الشعب العراقي، هو ممثل لكل العراقيين في البرلمان عدا منطقته او دائرته الانتخابيه، لما نتحدث اليوم عن رئيس البرلمان العراقي، هل من المسموح تنظيميا وظيفيا ان يختص بشريحه معينه او فئه معينه ويتحدث بهذا النفس الحزبي؟ طيب ما اذا كان هذا الموضوع بصفه حزبيه عندك فيه تقدم شخصيات، خلي تصرح بهذا الموضوع وابقى انت اجعل نفسك معيار عراقي بحت صرف، ما تتاثر بهذه التسميات، اكو غايات اخرى تبرر هذا السلوك؟ يعني انت قصدك السيد الحلبوسي تصريحاته خارج سياق المنصب وخارج سياق الموقع الذي يمثله، هو يمثل كل العراقيين، وهذه ليس فقط شخصية السيد الحلبوسي وإنما كثير
من الشخصيات السياسية. واحد من أسباب تغول وتمدد داعش الوهابية في أرجاء العراق واحتلالها ثلث مناطق العراق هو الغطاء السياسي الذي يحمي مصالح الدواعش وأيضا يحميهم أمنيا ويؤمن حركتهم في داخل المجتمع العراقي، وهذا ثابت بالنسبة للعراقيين. الآخر أن داعش استهدفت العراقيين كمجتمع وكمؤسسة دولة في كل عناوينها أو مسمياتها، والأولى برئيس البرلمان وأي آخر في موقع حكومي آخر أن يدافع ابتداء عن المغيبين من القوات الأمنية التي احتجزتهم أو أسرتهم أو قتلتهم داعش، هم وعوائلهم ومناطقهم سواء بالقصف أو التهديد أو إلى آخره من هذه الممارسات التي مارستها داعش. هنا يبدو أن السيد الحلبوسي في ضيق سياسي ويفتش عن متنفسات مع القوى السياسية الأخرى ويريد أن يخرج بهذه التصريحات، ونقول ما هكذا ترد. أستاذ حسين، يعني رئيس إحدى الرئاسات إذا كان هذا السلوك متبع من البعض مثل ما تفضلت حضرتك، لكن ليس رئيس سلطة تشريعية كبرى في العراق، لما لجان أمنية كشفت بأنه هاي القوائم اللي وردت بالبحث يسموهم المغيبين يسموهم المغدورين، هاي الأسماء كلها دواعش ومدانين بقضايا جنائية ومحكومين قيد الحكم موقوفين، بالتالي لما رئيس سلطة تشريعية ويجي يحكي لك بهذا المنطق، طيب يعني هذا ما راح ينسف كل الجهود اللي تقوم بها الدولة العراقية ككل سواء في الجهاز القضائي أو الجهاز التنفيذي؟ يا عزيزي، ليس فقط الدولة العراقية وبيانات الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية والأخرى الاجتماعية، أنت روح إلى مجتمعات المناطق المحررة تعطيك كل أسماء الدواعش الذين انتموا إلى داعش، تعطيك أسماء الذين قتلوا، تعطيك أسماء الذين ذهبوا إلى دول أخرى، وتعطيك أسماء الآخرين الفارين من العدالة العراقية، فقط في داخل المجتمع هم يعرفونهم واحدا واحد، واحد تلو الآخر. أضف إلى ذلك هذه البيانات المصنفة بالنسبة للقوات الأمنية والقوات العاملة في هذه المناطق. هذا الملف الآن إذا تذهب إلى عشائر البوفهد تعطيك كل الأسماء الذين قتلوا أبناء أقاربهم وأعمامهم، والبذياب كذلك، والآخرين في هيت وحديثة يعلمون هذه المواجهات ويعرفون تفاصيل هؤلاء، جميع هؤلاء المسميات. الآخر وهو الأهم، نحن نتحدث في كنف وفي إطار دولة وبناء دولة، وليس لدينا ملفا خاصا بالعراقي من أهل البصرة والعراقي من أهل الرمادي والعراقي من الموصل والعراقي من كربلاء وما إلى ذلك. أما أن يكون هنالك قانون ونظام يسري على الجميع، وإن كان من حق فالحق للجميع، وإن كان من عقاب فالعقاب إلى الجميع، الذي يستهدف أي عراقي في أي مكان هو يستهدف كل العراقيين. طيب أسقط هذا المفهوم على هؤلاء الدواعش وحواضن الدواعش أيضا ومن دعم الدواعش سواء سياسيا أو أمنيا أو عسكريا أو جغرافيا أو حتى اجتماعيا أو بالدعم المادي. فكل هذه المفردات نجيبها نحطها قدام السيد الحلبوسي حتى يصرح تصريح يليق في حقيقة في هذا المكان وفي طيب. هذا المنصب وفي هذا التمثيل. شلون يكون التصريح لائق في المكان شيخ مزاحم، واحنا رصدنا انه هنالك انتقادات كبيرة من داخل حتى المناطق السنية والمحافظات السنية، انتقادات للحلبوسي واعتبروا ان هذا الملف اثارته بالوقت الحالي مجرد سلعة للمتاجرة والحصول على المغانم. ماذا اتفاقك ويا هاي العبارة وشو المغانم اللي ممكن ان يحصل عليها؟ نعم، تعرف ان السيد الحلبوسي هذا الكلام مو كلام السيد الحلبوسي، يعني انا حسب ما وصلت يعني بعض الحقائق، انما السيد الحلبوسي عليه ضغوطات من قبل شخصيات سنيه ومن قبل عشائر، يعني عليه ضغوطات يعني معروف القضيه ما يحتاج. لكن انا اقدر اوضح لك موضوع، قبل قليل تحدث الاخ انه اكو من عشائر الانبار قدمت تضحيات، طبعا الانبار ونينوى وصلاح الدين كل المحافظات. اذا انت تيجي على كل عشيره تعال شوف عشائر الموصل، شوف عشائر الانبار، شوف عشائر كركوك وصلاح الدين وديالى وحسام بغداد، كل عشيره اذا ما تلقى
300 500 واحد مقيد، اعتقلهم تنظيم داعش وقادهم، واللي قتلوا واللي خطفوا واللي مقيد حاليا. احنا دائما احنا نعرف الحقائق ونعرف الشيء اللي يدور بالحديث، دائما يوجهون اتهامات بغير جهات او فصائل او غير جهات، لكن ماكو احد يتحدث الحقيقه. ليش ما يتحدثون الحقيقه؟ ليش ما يتحدثوا القيادات السياسيه يقولون هذول المقيدين اللي متهم بهم الحشد ومتهم بهم الفصائل ومتهمه ايران بهم، ليش ما يقولوا هذول جواعد؟ ليش ما يقولوا هذول تخرجوا من ساحات الاعتصام هدفوا وانضموا الى صفوف تنظيم داعش ونفذوا عمليات قتل واغتصاب وتفجير المراقد وهذه كلها؟ يعني ليش الحشد الشعبي شنو؟ الحشد الشعبي ينشا هو الحشد الشعبي يكونون من ابنائنا وابناء شائرنا يعني، وحتى لفتوا تسليم السيستاني دام ظلوا يعني. يعني احنا من يطلعوا لك يواجهون اتهامات. نعم احنا بالبدايه خدعنا استاذ احمد، انا واحنا الناس انا قلت لك احنا حكينا على الحشد الشعبي، لكن بعد ما رجعنا الاسماء وسالنا ومن هذا طلعوا كلهم دواعش منهم حريم. يعني احنا ما نروح ندافع الا الدواعش وعوائلهم والله هذا مقيد، الله لا يرحمهم، الى جهنم وبئس المصير، واحد واحد فيهم. احنا لا ندافع ولا نقبل احد يدافع عنهم، واذا يريد يضمونهم على مؤسسه النجاة احنا راح يكون لنا رد ثاني على هذا الموضوع. لان احنا كنا ابناء الاساس، سواء ابن الوسط والجنوب وكردستان، كلها شالت سلاحها وحاربت تنظيم داعش وقدمت تضحيات. ليش ما حد يتذكر هذا التضحيات؟ ليش ما يقولون ضحوا من اجل الوطن ومن اجل العرب والارض؟ ليش ما يقولون في ابن البصره دافع عنا ابن الموصل؟ ليش والله يمكن وراء المقيدين شالوها تضحيات وخذوهم بالرجاز وخذوهم مدري منين والله يا ابو طلال. طيب انا اللي ربطت في انت مال بيتي انهزم على جنوب الموصل وبقول جنوب الموصل باسم غير واحد، وكل الدنيا تعرفوا شافوه هذا وقاوم الحشد وشفلوه. يعني هذا هم نجي نطي حقوقه، نضم المؤسسة الشهداء ونطي حقوقه. طيب استاذ حسين يعني اسمح للشيخ مزاحم. نعم اكو هذا الجهاز، اكو جهاز جعل يعني هذا اختلال بالمعايير، ما اعرف شلون نفسر هذا السلوك، ولكن خلينا نذهب الى ابعد من ذلك. استاذ حسين تفضل. الشيخ مزاحم بان هنالك ضغوطات سياسيه تمارس على رئيس البرلمان بصفته رئيس برلمان او بصفته رئيس حزب، ما نعرف شلون هسه اي صفه، وايضا اشار في اجابه سابقه الى ساحات الاعتصام في وقتها وكيف تطورت من مطالب بسيطه الى دخول تنظيمات ارهابيه. هذه المطالب اعتبار المغيبين مغدورين والى اخره، ما تحس انه هي راح تكون مقدمه لمشروع سياسي او امني جديد في العراق؟ وابتداء هذا تعطيل لاداء الحكومه والدوله العراقيه ومن ثم العبث، وهو نوه قبل فتره انه هنالك لربما تظاهرات جديده ستظهر في العراق. هو لوحده استقرا ودرس وطلع في هذا الاستنتاج ان تكون هناك تظاهرات، والحكومه بعتها اصلا في اول اسبوع لمباشره مهامها، وهي الان بصدد ملفات مباشره مع المواطنين ومباشره مع حقوق المواطن والدوله العراقيه في ملف الفساد. الذهاب الى هذه المنطقه، منطقه هذا الابتزاز السياسي والتهديد بتثوير الشارع او ما الى ذلك، حقيقه لا يجدي نفعا لا الى العراق ولا الى اهالي هؤلاء. لأن الحكومة بصدد إجراءات أنه المواجهة الواقعية، المواجهة الاجتماعية، هذا المجتمع اليوم في الأنبار قادر على مواجهة هذه الترهات وأيضا هذه الادعاءات، ولديهم من الضحايا ولديهم من الدلائل والأدلة أيضا على من قتل أبنائهم وأين قتلوا ولماذا. الآخر أنه حتى المسؤولين السياسيين سواء الحلبوسي أو غير الحلبوسي هم لا يقبلون بتحقيق متكامل حتى نهايته. عندما يأتي السياسي سين أو السياسي صاد ولديه مجاميع في داعش ويظهر التحقيق أن فلان خلف هذه المجاميع الداعشية، خلف هذه المجاميع الإرهابية، خلف هذه المجاميع التي تقطع الطرق في الغربية وخاصة
الطريق الدولي ويشخص هذا السياسي. هنا لابد أن نذهب مع نتائج التحقيق ونأتي بهذا السياسي لينال جزاءه القانوني. حقيقة هذا لا يقبلون به، وإنما هكذا اطلاق المفردات على عواهنها، ومن ثم اتهام جهات هنا وهناك. تتفضل البقاء معي أستاذ حسين شلوشي، وفي هذه الأثناء أتقدم الشكر الجزيل للشيخ مزاحم الحويتي القيادي في تحالف إدارة الدولة، انضممت معي عبر سكايب. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بالملف الآخر، نتابع. من جديد حياكم الله، وجدد ترحابي بحضرتك الاستاذ حسين شلوشي الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله ضيفا كريما في الاستوديو. وكذلك انضم معي ضيفا كريما في الاستوديو ايضا الاستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي. استاذ نبيل، ابدا مع حضرتك، نتحدث عن المعطيات والمتغيرات الاقتصاديه الجديده بعد ان ذهب العراق الى الصين مباشره. كانت هنالك مآخذ على العراق وتحمل اعباء كثيره وصلتنا الى هذه المرحله. اليوم الحاضنة تغيرت، الحاضنة الاقتصادية برعاية حليف استراتيجي الولايات المتحدة ألا هي المملكة العربية السعودية، وبالتالي جمعت كل هذه الأطراف العربية ومن ضمنها العراق كي تكون هنالك علاقات عربية صينية. في المعادلات الاقتصادية هل هنالك فوارق بين العراق والصين والبلدان العربية والصين؟ نعم، بالبداية تحية لكم لمشاهديكم الكرام وأيضا لضيفك الكريم، حياك الله. طبعا يعني هو أكو تسابق بالأساس، تسابق اقتصادي شرقي غربي، يعني بين الولايات المتحدة والأوروبيين من جهة، وبين الصين من جهة أخرى. وقد يكون الأوروبيين هم يعني بين هذا التنافسين، يعني نعرف حجم العلاقات الاقتصادية الألمانية تحديدا والإيطالية أيضا مع الصين، فهذا التنافس هو قد يعني يتجه نحو من يتسود العالم اقتصاديا. اليوم يعني ممكن الاقتصاد أو السياسة الأمريكية يعني تنتقد دوما التوجه الصيني ومحاولة الانتشار الصيني حول العالم، وهذه هو ضمن يعني حملاتها الإعلامية المعتادة يعني. فبالتالي هي تنتقد السياسة الصينية وتنتقد مشروع التنموي للصين والمبادرة الصينية المسمى بالحزام والطريق، وحتى تصفها أيضا هي يعني بدبلوماسية الديون. يعني تعتقد الولايات المتحدة والمحللين الاقتصاديين والمسؤولين الأمريكيين أن الصين تمارس نوعا من الدبلوماسية الناعمة التي قد ترغم الدول بتحمل الكثير من الديون نتيجة مبادرتها التنموية الخاصة بتوسيع وتنفيذ البنى التحتية لمشروع الحزام والطريق. عفوا، هذه هي وجهة النظر الأمريكية تجاه الصين. الصين يمكن قد استفادت من قضية انحسار النفوذ الأمريكي خلال هذه الفترة وانشغالها بالحرب الروسية الأوكرانية، وبدأت تتحاول يعني توسع من عمليات يعني عمليات الانتشار أو عمليات التوسع بالشراكات باتجاه الشرق أو دول الشرق الأوسط، مثل ما شاهدنا أنه الصين عندها عملية شراكة في باكستان مهمة، وأيضا في إيران متعلقة، يعني استخدمت الدول اللي ممكن عندها مشاكل تحديدا مع الجانب الأمريكي في محاولة تمرير مشروع التنموي. وأيضا يمكن استثمرت قضية أنه الخلافات اليوم الحالية هي السعودية الأمريكية أو التوتر العلاقات السعودية الأمريكية، بالتالي هي يعني حاولت أن تمر من خلال هذا المنفذ في هذا التوقيت تحديدا. طيب، السعودية كذلك. نعم. السعودية كذلك هي الأخرى، يعني تبحث عن شريك اقتصادي أكبر
وتحاول ان تنفذ رؤيتها، يعني رؤيه المملكه السعوديه اللي هي 2030. واستقطبت الصين وحاولت من خلال هذه القمم يعني وضع الشراكه يعني في تقريبا نعم. في توقيت مهم اللي هو من خلاله نعم. نتحدث عن اللوبيات استاذ نبيل. استاذ حسين نتحدث عن هذه الضواغط، اذا اجتمعت البلدان العربيه تحديدا في هذه القمه، هل من الممكن أن تكون معادل قوي أمام الصين باعتبار أن كل البلدان هي تؤثر وتتأثر، لا سيما العراق هو قلب هذه المعادلة، إذا ما أخذنا بنظر اعتبار ما تفضل به السيد العلي بأن العراق هو محور الحزام والطريق، بالتالي لما العراق وحده لم يكن قادرا على التواصل مع الصين، هذه الحاضنة العربية راح تكون قادرة على مواجهة المعارضين لهذا المشروع، أم أن الدول العربية فيما بعد راح كل من يبحث عن مصالحه الشخصيه، وبالتالي راح مكان ما تكون قوه نقطه قوه راح تكون نقطه ضعف؟ لا، هو ابتداء العراق قادر او غير قادر، يعني هذا السؤال ليس في تقييم قدره العراق على هذا القرار. العراق قرر وقادر على اتخاذ القرار ولكن غير قادر على تنفيذه بسبب الضغوط الامريكيه وما تلتها من معرقلات امريكيه. الان الوضع بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه تبدل، و سبق هذا القرار السعودي، وهنا يعني هنا الموضوع السياسي والموضوع الجيوستراتيجي بالنسبه الى الصين في بنائه، او بالنسبه الى السعوديه في علاقه. السعوديه في علاقتها من 99 الى 2005 اسست الى علاقه مختلفه مع الصين، هي ثاني اكبر مورد نفط الى الصين، هي السعوديه نفسها بالوقت التي تمتع بعلاقات استراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه، ولم تتوقف عن مد الجسور مع الصين لقراءاتها في ظهور الصين لاحقا كدولة صناعية كبرى ودولة اقتصادية كبرى تهيمن على اقتصاديات العالم باعتبار أنها تحقق أكبر نقدا وأكثر مبيعا إلى العالم وانتشارا في مؤسساتها الصناعية. ولذلك في دول المنطقة الآن المملكة العربية السعودية حجم تبادلها التجاري مع الصين 80 مليار، ليس بالقليل، 36 مليار مبيعات الصين إلى المملكة العربية السعودية، والرئيس الصيني يقول نشتري المنتوجات السعودية بنفس القدر. الولايات المتحدة هي التي لم تفكر، هي التي كانت نائمة، هي التي انقلبت في 2018 حتى على مبادئها الاستراتيجية في عنوان الديمقراطية، وذهبت إلى الحماية الاقتصادية كما أعلنها السيد ترامب في فرض التعريفة الجمركية، والأخرى الآن بايدن يشدد الآن مرة أخرى في سحب الشركات الأمريكية المتواجدة بالصين إلى الإنتاج في داخل الولايات المتحدة كنوع من الضغوط على الرأسماليين. هنا هذا الليبرال المالي التي تبرت به العالم الولايات المتحدة والنيوليبرالية وتصدر إلى كل العالم، هذا النموذج الآن الولايات المتحدة بدأت هي التي تهشم هذا المبدأ الذي تستند عليه سياسيا واقتصاديا. نعم، الآن هذه الاندفاع السعودية والأخرى المصرية باعتبارهم أقرب حلفاء الولايات المتحدة باتجاه الصين لأنه الحل، والعالم ذاهب باتجاه التعاون للبناء الاقتصادي والاستقرار وليس غير، وليست محاور أخرى. هي استفادت من كل الثقل المسلط على الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية استفادت من هذا الثقل المسلط على الولايات المتحدة الذي أضعف الولايات المتحدة وجعلها في مكان مختلف، وبالتالي هي كان لديها تأسيس سميناه جيوستراتيجي مع الصين، وذهبت إلى تنفيذ ما تخطط له وبكل أريحية ودون التقاطع مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي أيضا الآن الخطاب السياسي سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو للمملكة العربية السعودية أنهما ما زالا شريكين استراتيجيين، وهذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون عاطفية مع المملكة العربية السعودية، والسعودية تريد أن تتجنب غضب امريكي في اعاقه مشاريعها القائمه. الحديث عن العراق وبالنسبه للعراق، تطرح بعض الاراء على انه العراق ممكن ان يمتد الى الصين من خلال هذه القوى الاقليميه وقوى المنطقه ويفتح مع الصين، وانا اعتقد هذا التعبير غير دقيق، وانما انه مجموعه دول وراعيه
وأن المملكة العربية السعودية زائدا الدول الحاضرة في هذه القمة العربية الصينية والقمة الخليجية الصينية حتى لا يسلط الضوء على العراق. هذه تختلف عن أن العراق هو الذي ستكون لديه اتفاقاته وستكون لديه معاهداته ولديه إطار أو اتفاق إطار مع الصين، ممكن أن يذهب ويعود إلى هذا البروتوكول ويعيد تنشيطه. والصفقات التي جرت هي ليست صفقات كبرى، كلها محسوبة سياسية. أيضا هذا الموضوع يدعونا أن نتساءل أستاذ حسين، ودعنا نتوجه بهذا التساؤل إلى أستاذ نبيل العالي. أستاذ نبيل، يتفضل ضيف الكريم بأنه بما معناه أن البيت الأبيض لم يخفي مخاوف من هذا الموضوع، من وهنالك لديه هواجس من تعزيز الصين لنفوذها الاقتصادي في العالم، يرى أنها يجب أن تتوقف، وهنالك أيضا عندنا نظام عالمي من الممكن أن تحكمه العديد من القواعد المحددة، ونتحدث إذا ما أضفنا إلى ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية. بالتالي راح نشوف أنه هذا التجمع العربي قبالة الصراع الصيني الأمريكي، ما هي الفوائد والأكلاف التي من الممكن يستحصلها التجمع العربي، تجمع الدول العربية على وجه العموم والعراق على وجه الخصوص؟ نعم، يعني احنا بس نريد نضيف قضية انه الامريكان من يعني لا يمكنهم اعتراض الصين على قضية الاستثمارات العامة، يعني او تعزيز علاقاتهم الاقتصادية مع بقية الدول، يعني لا وفق القانون الدولي ولا وفق حتى المعايير والقيم الامريكية. القيم الامريكية تتحدث عن امكانية الاستثمار في اي مكان من العالم، امكانية التعاون الاقتصادي، التجارة الحرة، وغيرها من قضايا العولمة وغيرها. نفسها الولايات المتحدة عندها يمكن هي العلاقات الاقتصادية الأكبر هي مع الصين، لكن الأمريكان يتحدثون من جنبة سياسية تتعلق بدبلوماسية الديون، يعني مثل ما يسموها هم، أو دبلوماسية القروض، باعتبار أن الصين في سعيها لتنفيذ المبادرة الصينية تسعى لتمويل أو إقراض ما قيمته 900 مليار دولار على الخطوط أو المسارات الستة، مسارات ستة في الحزام والطريق، وتعتقد انه من خلال الولايات المتحدة تعتقد انه من خلال هذه الخطوة قد تحمل دولا، يعني اذا تحذر هذه الدول انه قد تتحملون ديون وفوائد ديون، هذه بالنتيجة راح تأثر عليكم يعني مستقبلا على قراركم السيادي. فهذه وجهة النظر الامريكية، وجهة النظر الامريكية ما ممكن تعارض بصراحة، على الاقل بصراحة، لكن قد تكون هناك المخاوف انه بداية العمل الاقتصادي بين الدول بين الصين وبقية الدول قد يفتح آفاقا أمام التوسع أو التنفذ الصيني على بقية العالم. هذه نقطة مهمة. إذا نرجع لسؤالك الكريم حول القمة العربية واجتماع القمة العربية، أنا باعتقادي أن القمة العربية الصينية، القمة الثالثة وحتى القمة الثانية اللي هي شملت الدول الخليجية مع الصين، لم تكن مثمرة بصالح تلك الدول، يعني بالنسبة للدول العربية كلها أو بالنسبة للدول المنضمة ضمن دول التعاون الخليجي. قد يعني كانت هي أشبه بالاستعراض السعودي، استعراض سعودي أمام الصين أنه هي دولة ذات نفوذ داخل هذه المنطقة وممكن هي صاحبة قرار وهذه. فإحنا ما شهدنا توقيع اتفاقيات صينية عربية لا مع العراق ولا مع أي دولة أخرى، ولا شهدنا توقيع حتى اتفاقيات مهمة على الأقل مع الدول الخليجية. شهدنا الاتفاقيات التي وقعت هي مع السعودية تحديدا، وحتى طبيعة هذه الاتفاقيات يعني كأنما السعودية اليوم باشرت بعملية الانضمام المباشر والبدء بخطوات عملية في مشروع الحزام والطريق، يعني حتى خصصت مدينة جيزان المطلة على البحر الأحمر كمدينة للاستثمارات الصينية، ووطنت الصناعات الصينية، ووطنت حتى الوكالات الصينية المهمة. يعني اليوم السعودية هي، أنا أعتقد الاتفاق اللي صار والاتفاق الاستراتيجي هو اتفاق اقتصادي بامتياز. يعني قد ممكن أنه يفتح أبواب أمام السعودية لفتح علاقات أوسع دبلوماسية وسياسية مع الصين، لكن الاتفاق اللي حدث هو اتفاق اقتصادي بامتياز، يعني طبعا هو يوالم أو يتوائم مع النظرة السعودية، نظرة المملكة 2030، وتحدثنا انه هناك خطة، يعني اللي سمعنا وتابعناه بدقة انه خطة سعودية صينية لوضع خطة
لعمل موائمة بين المشروع الصيني أو المبادرة الصينية وبين رؤية المملكة السعودية 2030. طيب. فهذا الحديث هو بالنسبة للصينيين أو في ما جرى من نتائج لهذه القمم الأخيرة هو منفعة سعودية بالتحديد. فيما يخص العراق إذا تسمح لي خلينا نحكي بالنسبة للعراق. العراق حاليا خارج الخطة الصينية الحزام والطريق. لم تمثل الأراضي العراقية معبرا لنقل البضائع ضمن الخطة الصينية. الوثائق الصينية واضحة، المواقع الصينية واضحة، لم يكن هناك لا وجود لخط مار لا للميناء الفاو ولا غيره ولا تحت ولا ضمن الأراضي العراقية ولا طريق الطريق الجاف ولا اكو شيء يخص الخط الصيني. يمكن عندنا بس خط واحد، خط سككي بين إيران وبين العراق في البصرة، هذا يعني يمثل جزء من الخط الصيني، وهذا يمثل كأنما العراق هو نقطة وصول نهائية للمواد، يعني هذا هو ارتباطنا بالعراق. لكن رئيس الوزراء العراقي تحدث بصراحة في الاجتماع اللي حدث على هامش القمة مع رئيس الصيني، وايضا تحدث خلال فترة يعني الاجتماع المقر في القمة العربية الصينية، تحدث عن يعني اندفاعه، اوضح اندفاعه انه هو ممكن يدخل العراق ضمن المبادرة، لكن عمليا وحتى طيب. اعداد العراق ما عنده اعداد مسبق لهذه العملية. السعودية اعدت لذلك على الاقل منذ سنة 2019 لزيارة السيد محمد طيب. بن سلمان ولي العهد السعودي الى الصين، وبدا يعد هذه القضية اليوم طيب. في نهاية 2020 بقيت قضية ايضا مهمة، واختم مع حضرتك استاذ حسين. نتحدث عن التعاون السابق بين العراق وبعض بلدان المنطقة العربية، سيما منها كانت الكفة تميل للبلدان على حساب عدم فائدة العراق من هذا الموضوع. اليوم نسأل عن هذه القمة بمضيها نحو هذا الاتجاه، هل راح تكون هنالك الجوانب الاقتصادية متحكمة في المعادلة السياسية؟ هل من الممكن أن تكون هذه التقارب الاقتصادي بين العرب والصين يجعل العراق متمكن من الناحية السياسية عدا الاقتصادية؟ والاقتصاد هو الذي يدير السياسة وليس العكس. نعم. بما كيف يدير، هو القوة المحركة، هو القوة الأكبر وهو الأهم. حياة الناس ووجود الدول مبني على الاقتصاد وليست السياسة، هي الحكمة التي تدير هذا الاقتصاد. الآن العراق فيه موارد، وفيه موارد مختلفة يستطيع العيش بها وينفع الآخرين أيضا معه، سواء من دول الجوار في الإقليم أو في المنطقة أو في العالم. مثل ما سلعة النفط ليست لوحدها، هي السلعة الوحيدة في العراق. حتى بالمواد الزراعية العراق يستطيع أن ينافس الآخرين، ولا سيما في الجانب الحيواني ينافس الآخرين وبقوة وباستثناء، ويحقق ما يحقق من ارباح. وهذا الذي يعني الان المملكه العربيه السعوديه شعتها في العراق، يعني تريد تستثمر، هو اكثر من شركه المراعي شعتها، وهذه المراعي تريد اعلاف في هذه الصحراء هي تنتجها وتستفيد فائده كبيره جدا، وانت العراق استفاد من هذه، من بيع هذه الاعلاف او من الاستثمار في هذه المناطق. هذه فكره السعوديه باختصار، يعني وما تريده من العراق. العراق لديه بدائل في هذا المكان، ولديه بدائل عراقية وأخرى أيضا من دول أخرى لربما أكثر جدوى اقتصادية من الجدوى المملكة العربية السعودية في الاقتصاد، وخاصة في الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية لا حياء في الاقتصاد. نعم. على الإطلاق لدى السعوديين، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام المملكة العربية السعودية في موضوع القيود القانونية، القيود القانونية في ترتيب الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. حتى الولايات المتحدة لم تتمكن من ذلك، ولكن هي أن تعطي من ذاتها رشا وتعطي دعما إلى الولايات المتحدة هنا وهناك، هذا شيء مختلف. والإطار الرسمي السعودي أعتقد، هذا رأيي الشخصي، لا تستطيع الحكومة العراقية أن تواجه الإطار القانوني السعودي. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسين الفلوشي، الباحث والكاتب والمحلل السياسي، أثريت الحوار في ملفين. شكرا جزيلا لانضمامك معنا، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الجنبة الاقتصادية وموضوع القمة العربية الصينية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.